كتسمعني دابا؟ الحي الصناعي علاش خدامه؟ شو بغيتي نكون كندير فحال ديما السبعه؟ نقول له كاع السبعه ونصنع عندكم تما باب سبته. باب سبته يلا الله يعاون. لا توفي الا طلقنا شويه الموسيقى. ما نعطيش كعب غزال اتاي؟ لا دير لي زياد فحال بحال خوسك يا شريف. صنت الموسيقى بقيتي ليا انت. شكرا بصراحة شريف. وي سيدي ممكن نسولك؟ مرحبا. نسول على واحد الولد دابا هو ولا راجل اسميتو يوسف الغوتي، هو ماشي طنجاوي ولكن كيعيش في طنجة هادي 15 عام. ما عندكش شي تصويرة ديالو؟ لا ما عنديش، ولكن هو راه معروف هنايا. تسنى واحد شوي غادي يجي واحد الروبيو ولي تعرف الناس هنايا وممكن تشي مشكلة. شكرا. مرحبا تفضل. الله يجزيك بخير. ماما بقى عندي جهده مالك ولا شفتي راسك ما تقدرش تمشي؟ جلس افضل. زيد زيد ما كيقتلك غير العمر، اللي بغى الله هي اللي تكون. وانا عيطت للباتول وطلعت دي مورانا في العشيه. مزيان عيطتي لها باش نعطيها فلوس المركوب. ها شوف البينغ ديالك ابو زيد عليل له 10,000 درهم وحتى تجيني سلعتي كاملة. شوفها بمود عيني عنده إلى الفلوس. شتم سطي انت ولا مالك؟ عارف يوسف عنده كلمة واحدة، قالك سلعتك عندك غدا عرفك كانت عندك البارحة. عليل له واش على حسابك؟ خالتي التبارية بلاتي بلاتي ودويا وفوت على حسابي لي يا صاحبي. راك تقلب على المشاكل انت، انت كتعرفني ما كنخاف من مشاكل. انا غلط مع يوسف عندك خالتي. سامي مالك ولديك ما كاين باس في غدا خالتي؟ ما داخل السبتة راه يوسف ما غيعجبوش الحال. يوسف شحال هادي ما شفت يوسف حتى نعيط ليه ما كيجاوبنيش. فين كيكونشي هاد الولد؟ فين؟ عيط ليا انا خالتي بحال ولدك. نجي عندك حتى للدار نقضي معاك الغرض. عارفك بحالك بحال ولدي. شنو بغيتي؟ ما تدخليش لسبتها خالتي، راه ما غيعجبوش حال لاصق الخبار. سامي ما شتيني ما شفتك وما تقول يوسف والو صافي؟ ما بديش فاهم ما يتقال، ولكن اللي عرفني عارفه غادي يكعاون. سامي صافي يلا يلا ما بقاوات يلا انا غادا عليك وما نعاودش معاك الهضره. هذا خالتي عاد بقى اللي من المشاكل. زيد زيد مالك زيد زيد. ما فهمتش علاش شاده في هاد لافيرا وانت عندك مينيبوس. هاد لافيرا كي كتقول عليها راه ملكي، نهز فيها اللي بغيت ونحط اللي بغيت. اما المينيبوس ديال الشركه ناشي فورافي وراه هادي عندك اللي باتو. خويا مصطفى طلق يديك تابعني النهار طويل تابعني خدمه. التريبورتو ديالك راه ناضي اختي الباتو. قديتي لي الشقمة؟ كلشي ناضي. ديما كتقول لي فحال هكا ومن بعد كيوحل لي في يديا. واش هادي راه درتو مع هاد لافيراي ديالك؟ قلت لك تبقاش تقولوا لافيراي. ما حنا سي تريبورتو. صباح الخير. صباح الخير. دوزنا لا فيزيت على الطوموبيل مولاها كيتسنى فيها. ما نقدرش نوجدها لك من دابا للعشية. دابا. من دابا جوج ساعة نقدر نوجدها لك. دابا اطلق يدك. حيدو أنا حيدو لك. أجا مصطفى يخرج سير شوف لي طاكسي سير. ألو ما لقيتش الطاكسي. كريك سير مصطفى شوف لي الطاكسي سير. الله يرضيك سير سير مصطفى. واه بونجور الشريف. واه الشريف. ألو أجا خويا مصطفى حيد لي هاد الكريك. أجا قبل منك أخويا. أجي أجي Thank you.
شريف شي قرعة الماء باردة. ولدي أول مرة قلت هاد الكلمة كان باقي ما خلقش. السبيطار قالوا لمراتي اللي راك حاملة بولد. اللي كنقول هاد الكلمة هادي كنحس بدمي كيجري في عروق، بعكازي في كبري، بحسي اللي غادي يخلفني وغادي يبقى في هاد الدنيا من بعدي. الوالدين كلهم كيخافوا من حاجة واحدة، ما يكونوش حاضرين لولادهم من يحتاجوا ليهم. وانا من اللي يحتاج لي ولدي الزبير ما لقانيش في جنبه، فرط فيه، ما كانش عليا نخليه يمشي. عفاك ابو البشير، كنتيش في راسك هاد الحاله، انت راه ما عندك حتى ذنب في هادشي. ذنبي يا يوسف هو سمعت كلامه وجبت ولدي بيدي، بيدي حتى التهلوكه. شكون هي هادي ابو البشير؟ سلام عليكم. السلام. انت اللي كتقلب على يوسف؟ كتعرفو كاين بزاف ديال يوسف. هذا سميتو يوسف الغوتي. اش كيدير في خدمته؟ ما كنعرفش. وعلاش بغيتي تعرفو؟ كتعرفو ولا لا؟ خا يوسف عندي جوج المليون. مابقيتش كنحرك الزبليون. الوالدة عندها شي ثلاثة الذهب وغادي نشوف مع تبيعها شحال بغيت. غتهبط في حالاتك وما تبقاش تعاود تهضر معايا على الحريق. شوف كيسمع لخا يوسف تصوفين من هاد الباب. هبط وسد الباب ما تعاودش تهضر معايا على الحريق سامي. الله يرحمه صافي هضر معاك صافي. الله يرحمه ولدك. الله يرحمه ولدك. شوف كيسمع لخا يوسف. طق لي يوسف طق لي يمني يديك. الله يرحم ولدك. هبط اصاحبي وانت شنو ماشي كيشو ولا هبط بحالاتك هبط. بغات تبيع لامك الذهب كون كتعدي امك وقالت حدا انا. سير بحالك سير. سير اخويا يوسف سير. يوسف شوف يدي الله يرحم والديك المهم هلا سير بحالك صاحبي راه الله يرحم والديك الله يرحم والديك خيو سامي الله يرحم والديك خيو الله يرحم والديك اوكي المهم الله يرحم والديك خيو باش يا الله يرحم والديك الله يرحم والديك دير فعالك دويش معاك ماشي ماشي بحالك ماشي بحالك وسير بحالك بقى شوفك هنا بقى شوفك هنا سير بحالك كتخوت والديك أصلني أخو يوسف قالك بغيت يسمع منك أنت آخر مرة سامي اسمح لي يا أخي يوسف مشينا تلاقيت مع موتي باريا تلاقيتي معاه غادي الباب سبت ياك مش هتجيب السلعة كيسولو فيك شكون
ما عمري شفتو انا هنا باين عليه من الداخل. ما قالش لك شنو بغاني؟ لا ما قال لي والو، ولكن ما ارتحت ليش دغيا صرفتو. مزيان، الى عاود جا هنا وسول عليا عيط. كون هذا يا اخي. تشرب شي حاجه؟ لقيتيني غادي نوض الوقت مضيق، ولكن ما تنساش تزورنا هاد الليله وتجي معك النينيو. النينيو؟ هذا الروبيو خليني نحترمك، لو تصدق من طنطنك في هاد الساعه. سير خي يوسف، بدا يتفرع لنا هاد خينا هذا. شنو خي يوسف هذا صحاب الوقت؟ ما عرفتش، ولكن كلشي غيبان من بعد. رد البال اسامه. لا رد البال اخي يوسف، ما تخافش. ايه ما تنساش تعيط لي يماك راه كتسول عليك. هاك دي لها البركه. ما تبغيش تدوم عندي اخي يوسف، غادي تكرفسني هكا هكذا. ملي عارفه ما كتشدش انا من عندي الفلوس ما تعاودش تديو معايا في هذا الموضوع. اسمح لي يا اخي مصطفى، طلقنا صاحبي غنبقاو هنا نباتو. اسمح لي يا اخي. عاوتاني اليوم شكون جمال وعيت معاه في ميزيش اليوم سهره سوق اصحاخ. زيدو ما يقدرش ميزيش، هذا ميزي بتا بسميت امو. هذا هنا هنا الباس. بارك عليك. بارك الله يرضي عليك يا بنتي. نعاونك الله. اي يا بنيتي حسيت براسي ماشي ديالي. تسني الله. الله يرضي عليك. امين. مالك انت باريه جيتيني ما مشيتش؟ اه جيتيني في شكل اليوم مالك؟ لا لا غعينا شويه وصافي. الله يعفو علينا من هذه الخدمه. لا بنتي ما تقوليش هكاك، الحمد لله كل واحد شنو مقسم من الله سبحانه وتعالى. عرفتي كون عرفتك في حالك عيانة كون حطيتك انتي الاولى. هي سمحي لي غير انا كنبغي نخليك انتي الاخرى معاه في طريقي. زيد علي انا عزيزه عليا ندوي معاك كتمس بيك. انت راك عزيزه عليا ما نكرهكش تبقاي مونساني. الحمد لله مني لقيتك بنتي. اما قبل راه كانوا كيسمصروا فينا الخطافه. هذه دارك ياك؟ شي نسولك ولكن جاوبيني وما تكعيشي لي. باسول راك بحال بنتي عسولي. دابا انتي ساكنه في هاد الدار بحال هكا كبيره وواعره، اش كتمشي ديري في باب سمسه؟ تبيعي السلعه تصبريون. هادي دار ولدي يوسف ماشي داري انا. علاش ما عايشش معاك هو؟ لا ما عايش معايا، هادي 10 سنين هادي. مسكين خدام شي مدينه اخرى ياك؟ لا 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 عايش في طنجه. ها هو عنده الشغل بزاف وكيسافر بزاف. سمحي لي بنتي الباتول. واخا حسيت براسي ندخل ندخل لك الخير. يا حلي بابا انا نجيب لك السلعه ديالك. تيباري مالك؟ تيباري مالك؟ راس الله مالك يا تيباري؟ لا 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 بشوي عليك بشوي عليك. تيباري ها تيباري لا 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 شاوا غادي مسلات الشيء مسلات راه غادي يجيب الفلوس من لاكيس تمنى عندنا حنا قرون. جمال واحد البراج اخويا فين غادي مسلات؟ غادي بيجي نكمي واحد القاضة على بعض. على مالنا حنا لداخل؟ حنا مو فلوسي رزقي العاقة دينيرو موجودين نجيبهم لكم. ومنين موجودين؟ اش سمحوا لي. الو السلام عليكم. الله يخليك انت ولدي باريه. لا سامي ماشي يوسف هذا ياك ما كاين باس. الو شوف اخويا ما تخلعش ما تخلعش الوالد راه معايا راه عيط ليا شويه وجبتها للسبيطار. فين؟ السبيطار حدا داركم. امتى هادشي؟ كانت معايا وجبتها. انا غنبقى هنا تجي انت صافي؟ انا جاي دابا. واخا اخويا بشوي عليك. السلام عليك. فلوس يا سامي. انا نمشي معاك مالك؟ ما تمشيش معايا فلوسي.
تلقى هذيك الفلوس تبقى تزيدو بهضره تلقى الفلوس. نمشي نجيبهم. يلا زيد قدامي نمشيو نجيبو هاد الفلوس. زيد 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 قدامي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كتعرف واحد الدري هنا سميتو يوسف؟ يوسف؟ اه عرفتو عرفتو، كنعرف الدار ديالو، سكن هنا قريب، نوريها لك. اه واخا. يلا نوريها. اسمع الحاج عفل صافي الحاج اجي الرب الغلب يعفل الحاج صافي شتوني كبير قلتو حقرتو عليه اسمك كبير الحاج صافي يدك كفت كبير السلام عليكم خويا انا هنا فين امي دخلوا عند الطبيب شنو وقع معني ما نخبيه لك ملي جيت نوصلها بانت هي شويه عيا جينا نوصلوا للدار حتى سخفات كيفاش هزيتهاش كنتي انا الباتوم التريبورتور كان هز العيالات باب سبته وكندخلهم نديرهم في الليل كنوصلهم امي كانت مع هذوك العيالات تباري عندك لي انا قديمه شحال هادي شنو زعما ما قلتيش عليا شكون اللي هزك بعد مصطفى الميكانيشن الصباح خسرتك الطوموبيل اسمحي لي ما قلتش عليك هاني كتوقع اجلس اش راك ياخذ بزاف الوقت تعطلت بزاف السبيطار هذا كاين بزاف د المرضى خصنا نشدو السيرفيس ونصبرو يصبر اخويا شويه اخويا انا عندي قرارات خصني نمشي نقضيهم ما يكون بس عند الوالده سيريك تعطلتي هي اسمح لي يا با وحده من دوك العيالات اللي كنوصل سخفات ليا مسكينه وديت على السبيطار قتلتيني بالجوع واخا دابا نبدل حوايج وندخل الكوزينه نطيب لك شي حاجه راني جبت قضيه واش دير لي شي حاجه ناكلها ندير لك ديك الشيء ولا كت ولدي لا لي الصوت ما عندكش الو خويا اسمح لي اسمح لي راني نسيت التليفون ديال تباري عندي انا الباتول اللي جبتها السبيطار ندوز لك التليفون غدا خويا شكرا ما يكون عندها باس الله يسمعكم خبر الخير الله يعاون واخا قرب هنا هنا واخا تخافش ما تخافش هذا هو طبيعي هذا هو طبيعي صافي ما تخافش تسد تسد
يوسف، الحالة ديال الوالدة ديالك ما كتطمنش. للأسف تيباري عندها ورم في المخ. كيفاش ورم؟ الكونسير. حسب التشخيص اللي درنا لها كونسير، ولكن مازال السكانر غدا. بغيت نسولك، واش الوالدة ديالك كانت كتحس بشي حركة هاد الأيامات؟ أمي ما كتشكاش، واخا كون كانت كتحس بيه مسكينة ما تقولهاش ليا. كتب ليها أي دواء كيف ما كان، شحال ما كان كيسوى، أنا غنعرف كيفاش ندير نشربو لها. أنا كنت عارف هاد الخبر غادي يصدمك، وحسب ما فهمت وعرفت أنت الولد الوحيد اللي عندها. وانا خصني نقول لك الحقيقه، الورم في المخ من اصعب الحالات اللي كيجيونا. ما يمكنش هادشي اللي كتقول، ما يمكنش. تيباري امراه قويه، ما يمكنش يجيها الكونسير. اوكي، حنا غادي نديرو السكانر غدا ونشوفو، مي بغيتك في جميع الاحتمالات تكون قوي. الوالدة ديالك غادي تحتاجك بزاف هاد الأيامات. قولي عافاك راه غيكون الأمل. عافاك. الأمل شباب عافاك. تيباريا عند الكونسير، تيباريا غتموت. بغيت نهز مي نتا على برا، ولكن الطبيب قال لي ما بقاش الامل. ما تقولش بحال هكا، خلي ايمانك في الله قوي. واش كتفهميش كنقول لك ولا ما كتفهميش؟ الطبيب فهم احسن منك وقال لي ما بقاش الامل. اه ولكن هي عايشه. كتخربقي دابا، اش كتخربقي؟ أمك أم تيباريا مازال عايشة، علاش كدوي عليها بحال اللي ماتت؟ عطيني داك التليفون. أنا جبت لك الدواء. كاين واحد الدواء هنا أحمر راه تاخدي جوج في الصباح، واللي زرق تاخدي جوج حتى تبغي تناسي. كيفاش؟ خليك تما ما تحركش نجي عندك. خليك ما تحركش نجي عندك نقولك. غتخرج دابا؟ ها؟ الفلوس عندنا لو احتاجيتي شي حاجة. السلام عليكم. السلام عليكم. كتعرف واحد زيد هنا في طنجة سميتو يوسف؟ لا سيدي، ما كنعرف لا يوسف ولا والو سيدي، خليني نخدم على راسي. صافي يا عش.
فين غادة؟ بابا اليوم نهار السبت، انت عارف انا نهار السبت كنخرج مع صحاباتي. بغيتي نبقى معاك؟ جوجكم رمضان. انا مزوج فيك العافيه لا يوسف، العافيه لا. كنتي تفهم ملي جا عندك سالم، ملي جا يوسف سالات مفاهمه. انا مزوج فيك، بيت لينا تسعد عندي جدادي، ما تحرقليش المح. انت دير لينا حنا رزقنا. انت تدير لينا حنا رزقنا. ناس الله يرحمك الوالدين. الله يرحمك الوالدين العافيه لا يوسف. هاد الفلوس هاد الشيء راه فايت الحساب. أكسي هادوش إحنا مكدوش هنا كم هو ديالنا. اسمح لي أخي يوسف، والله ما الخطر يسمح لي الشيطان دغابي. الله يرحمك الوالدين يوسف، تسعى الأخرى مع الشيطان. آخر مرة بقدور بصحتنا وخا؟ آخر مرة ندور بصحتكم. إيه قلتها لك يا أرغان أردك الرأي أمر داودي عاود. تعال أمر داودي عاود. سلام. سلام. اختاريتي مدام ولا كتسين شي حد؟ لا انا بوحدي. عافاك بغيت هاد لاكلاس ميزون ولا كيجمع عليا بغيت نديها معايا. اون بورتي. شكرا. نسولك عافاك واش انت هي البنت اللي عطاتني التليفون الصباح؟ جيتي وجلستي، شكون قالك ما كنتسنى شي حد؟ كيتبدلو في كاع الحوايج والمكياج، لسانك باقي طويل. لاباس عليك؟ الحمد لله، كيبقى تيباري. شويه الحمد لله. خرجتنا من السبيطار وديتها للدار. دابا كتشرب الدواء شويه بشويه، الله يخفف على الحرق. تيباري هي مرا قويه، دابا توقف على رجليها ان شاء الله. غدا شي بلاصه نوصلك؟ لا كنتسنى واحد لا كوموند ديالي وغنتمشى زي هي مبقى بوحدي انا بوحدي. انا بوحدي ديالك شحال الشاف؟ 50 50 درهم. شكرا. ما عندكش تخلص عليا. نسولك اخر مره، واش بصح انت اللي عطيتيني التليفون الصباح؟ راه حيت ما يمكنش. كيفاش ما يمكنش؟ فهاد كنتي زوينه صافي. ها صافي والو كاين والو. شكرا بزاف على داكشي اللي درتي معايا. شكرا بزاف. مرا عظيمه بزاف خاصك يتهلا فيها. كنتي جهدي كامل. دير اكثر من جهدك. ماما يمسك هاديك. الله يعاونك اسيدي. مرحبا خي يوسف. الله يبارك فيك. فين هو السباعي؟ السباعي موجود، دخل لعندو. قول لي هو يخرج عندي. هي الأولى. بسم الله. أهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. قول لي واش ممكن نسولك؟ مرحبا سيدي. كنسول هنا واحد السيد سميتو يوسف. ما نقدرش يقول لك، كنشوف اشكال وانواع ديال الناس. شحال قدك تعقل؟ لا ولكن راك ترى كيدوز كلشي من قدام عينك. قلتي لي اسمه يوسف ياك؟ يوسف هو ماشي طنجه، ولكن كيعيش هو مو في طنجه شحال هذا. تقدر تقول لي بعدا كيفاش عامل؟ ايش الشكل هذا يوسف بالضبط؟ لا نكذب عليك، عمرني ما شفتو. غير اللي كنعرف عليه هو كيدخل يدو في كلشي. هو واحد البلا كبير. اسمح لي يا سيدي، شنو تشرب بعدا؟ عصير. مرحبا.
يوسف سمعي صاحبي مزيان بالله فات ضوي تم راه دنيان يا بعدا مزيان كاين شي جديد انا عندك ابو يوسف كاين ناس لعا خارج من هنا اليومين غادي لمرسي غادي ينضمونا بعدا كتعرف يوسف امبوسيبل تشك في هذيك السلعه قلت لها شكو فيها الكلب ما يمكنش يجمعوها كيف جات السلعه زعما عطريه كامون وبزار مسكين جبير عندي ما نسالك ابو يوسف الكلاب غادي يدوخوا مع الريح شحال باغي تدوز 100 كيلو انا بغيت نجرب السلعه مرحبا يوسف ما كيجربش يوسف كيلاقي الناس وكياخذ رزقه فلوس يبغيها فوق الطبله فلوس واجد اخي يوسف قبل ما تقولها نادي على التليفون تهلا في راسك تهلا في راسك شنو هذا؟ با؟ هبا شنو هادشي؟ لا والو هبا هي شي حويجات بانوا ليا وعجبوني وشريتهم ليك وشريت شي حويجات للدار علاش؟ شحال من مره تبريت منك وقلت لك ما تبقايش تصرفي عليا شنو؟ كان بان لك انا معدوم؟ ما قادرش نصرف على داري؟ لا لا با حاشا حاشا غير هما لقيتهم رخاص وشريتهم رخاص ولا غاليين ما تشغلي ما تشري ليا والو ولا لا انتي الا خصك شي حاجه جي لعندي مزيان اخر ايامي تبداي تصرفي عليا اسمع نقول لك انا راه شادني عليك غير خوك الزوير وما ما تشوفيش وجهي هنا في هاد الدار ولكن الا مشات ترجع بالسلامه غادي نمشي انا وياها لكازا وانتي دبري راسك قلت لي عنده كاسكات كحله من هذوك كبارين سميتو يوسف متاكد يوسف سمعت واحد هيك عيطوا شكرا
سير اخاي. لا عندي السبرديل اجي نقول لك. تخيلنا شنو بغا؟ كي سقسي على واحد العائل اسمه يوسف. انت هذا يوسف كتعرفو؟ كنشوفو مرة مرة في الحديدة ديالو. بالحق ما عمري هضرت معاه. ما قالش كاش كيسقسي عليه؟ لا. انت علاش كتسقسي؟ انت كتعرف هذا يوسف ياه؟ لا. قلتيش كتعرفو دابا؟ وسامي صاحبو كتسمع بيه؟ كتسمع بيه. هو هذا نوض ولا غنطنطن خويا نوض حيد من هنا. سير حيد ونبقى نشوفك هنا. أمي فين غادا الله يهديك؟ أنا نمشي نقلب على راسي، نمشي للخدمة. واش أنت باقي عندك الجهد لهاد الخدمة هادي؟ راك مريضة أمي. ماما كيقتل على العمر، عطيني أولدي ابتكار، بعد منك. أمي راه حتى الكونسير كيقتل. يلا يلا نوصلك، يلا طلعي الطوموبيل يلا. يلا طلعي الطوموبيل عافاك، يلا. يلا اطلعي 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 أنا نوصلك بعد. يلا أمي يلا أمي. واش بغات تسطيني امي؟ واش انت باقي عندك الجهد لهذا الشيء اللي كديري؟ وانا مني غنجلس من الخدمه باش غنعيش اودي؟ غتعيشي بالفلوس اللي كنخلي لك مدوبلين 100 مره على جوج دريال اللي كتقسمي عليهم ظهرك. انا راضيه بالقليل وكيجيني كثير وكبير. عرفتي علاش؟ حيت فيه البركه وديال الحلال. ويوسف ولدك فلوس وحرام ياك؟ شوف امي نقول لك واحد جوج كلمات. انا راه مشفار ما كنبيع ونشري في الحشيش. انا راه سمسار. سمسار تيلاقي الحرام بالحرام. هادي الخدمه اللي كدير هاد الزمان امي. الا ما كانوش عندك الفلوس غتحقر وغيديروك تحت الصباط. ويوسف ما كيتحقرش. ماشي هادشي علاش تلطمت سنين هادي وتكرفست من مدينه لمدينه باش نكبرك وردك راجل؟ وانت دابا كتهضر معايا بحال هكا. أنا هادشي اللي باغي نعرف. وما عمرك ما جاوبتيني علاش هزيتيني وهربتي بيا من مدينة لمدينة؟ راه غنتسطم ما جاوبيني. واخا ولدي ما تسطم والو، حطني هنا. أنا ما بقيت بغيت نمشي معاك حتى بلاصة. الله يهديك أمي الله يهديك الله يهديك أمي. صافي الله ينعس الشيطان. صافي دولي عليك أبو البشير. فاش كنتي صغار كي كنتي قال لي الشعر كان حد هنايا ورطب. قال لي تاع عينك واقيلا كانوا زرقين. ضحكتيني. واخا هي غابه الزبير ولدي كان فين بانا. كتبت عليك كنا ما كنتفارقوش، كنا بحال الصحاب. انت راك بحال ولدي. ما نكذبش عليك أنا الزبير شمتني وغفلني وزعق ليا من يدي. داكشي ديال الله أبو البشر. إلا مكتب لي رجع عندك راه مازال غيرجع. وإلا ما بغاش تسيدي ربي راه ما عندك ما دير. حتى أنا راه ولدك. ولا باغي تنكرني؟ حاشا. الله يرضي عليك. با ما قلتيش لي معاك الضياف. كون درت بحسابهم في الغدا. حطي داكشي تما. انتي بنت أبو البشير؟ كيف بقيتي بارية؟ با عقلتي على ديك الليلة اللي تعطلت؟ قلت لك ديت واحد السيدة للسبيطار كانت الوالدة ديال يوسف. كانت الوالدة ديال يوسف. أبو البشير صحة وراحة الغدا، أنا خصني نمشي. لا جلس جلس تغدى معايا. والله إلا مزروب أبو البشير. صافي قلت لك جلس. هي اللي غتمشي في حالها تخدم. عندي الخدمة نيت. سلامة بابا بالصحة الغدا. بسم الله. ما عمرك أبو البشير قلت لي راه عندك أنت طاجين ديال الحوت زيان.
السلام عليكم. وعليكم السلام. شتك جيتي بكري ياك ما كاين باس؟ كاين والو. شربتي دواك؟ شربتو مع العشاء. بالشفا ان شاء الله. نرضي عليك. انا ندخل نعس. غتبات هنا؟ اه. واخا. صباح على خير اولدي. صباح على خير مالتي. نعم سامي. ويوز سامحو انت نعيط لك. كان فيا اللي جو. اش كاين؟ لا هذاك الراجل اللي كيسول عليك راه باقي كيقلب عليك. شكون؟ هذاك خاين اللي كيسقسي عليك طنجة كاملة صاحبي راه يمكن بدا كيعرف شكون انت. قطعنا شوف القضية هادي. قطعها سامي. بزاف البنات حيت خليتي خدمتك وتبقي مع امي. انا ما كنتش خفت حتى واحد نخلي مع امي. انتي بوحدك اللي طحتي ليا في بالي. انتي بوحدك اللي قدرت نعيط لك. ما عطلكش بعد على خدمتك. لا عندي شي ناس خاصني نجي مراهم على الخمسه وصافي. غنحاول نسالي قبل ما الخمسه. شفت معايا شي حاجة؟ لا لا عندك تخلع تخرج غير سير عني شغالك انا نحطيها تباري عزيزة عليا بزاف سعداتها واخا بسلام انت عارفني هذه اول مرة نطلب منك الحماية ياك لاباس شي واحد هدد؟ لا ولكن كاين شي عين تابعاني في طنجة كاملة ما قدرتيش تعرف شكون؟ كاع اللي سولهم عليا ما قدروش يعرفوا شكون هو وهذا الشيء هو اللي ما تخليش كون كان من عندنا غتكون في خبرنا ولكن انت ما عندك مناش تخاف غادي نوصلوا لي قبل ما يوصل لي خدمتنا هادي هذا الشيء اللي كنت باغي نسمع هاد الأيامات خدمة كثيرة وما بغيتش الهضرة تدور والناس تبدا تخاف تخدم معاهم عندك مناش تخاف أنت غير ارتاح والشي الآخر علينا هنا هاد المنظر اللي عندك شحال فن طنجة واعر غزال باسول ما قلتيش ليا كتعرفي ولدي يوسف لا كنعرفوش من اول ما تلاقيت به من عيطت لي من تليفونك ملي كنتي في السبيطار ولكن من بعد عرفت بانه هو با مصاحبي با كاش كيدير با خدام في كاس باختيل ومره مره ولدك كان كيمشي عندو كيونس هي انت دابا عايشه مع باك غير انا وياه راس في راس شوفي شوفي طاجي اللي حفت ما تزوجتيش لا انت
انت يا تيباريه شنو بغيت ندير بشي زواج فيها فريع الراس؟ شنو ندير بشي راجل بقى حره ديال راسي حسن؟ اش ترتاحي نقفك معاياش شوف شحال كان صغير كان كيخاف عليا بزاف وكان كيدابز ملي كيشوف فيا شي حد بحال البارح خاصك ما تبدلش بزاف حبيبتي ديالي السلام عليكم وعليكم السلام ما كيبقيتي الحمد لله وانا غنمشي نخليكم شويه ماشي نسمع وصلك لبيتك لا 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 ها جلس ليا مع الباتول شويه مكره باقي فيها شويه الفهمات باتول وما تغيبيش عندنا بنتي بزاف شوهت تيباري شوهتني سمحي لي بزاف عدبسك معي قلتها لك تيباري عزيز عليا بزاف بعدا بها راحه ولكن راه انا اللي قلت لك اجي بقي معاه ماشي هي راك ولده راكم فحال فحال هي تا انا عزيز عليك انا خاصني نمشي قلتي لي حتى الخمسه العشيه ولكن خاصني نمشي سولك الباتول شحال هادي وانا كنعرف بالبشير ما عمرو ما قال لي عنده بنت نقول لك ومسكين عقله كله هي مع الزبير وحال واش باقي عقل عليا انا الزبير خوك اللي مشى اسبانيا الزبير خويا اللي حرق اسبانيا النهار اللي حرق ما عدنا عليه حتى اخبار ما عرفنا واش حي ولا ميت مسكين ديما كيقول لي هو حاسب الا الزبير عايش عليها كل نهار كيمشي قابل لماش الله يسمع شي خبر على الزبير وانتي انا ماشي مهم المهم هو با يبقى شاد في هذا الامل باش يعيش انا خاصني نمشي اسمح لي Thank you.
كما قلت لك ديك المره عافات الفوت باش داو. شوف لي اغلى طبيب كاين في العالم، موين نشري لها اغلى دواء كاين في الدنيا، عندي الفلوس. القضيه ماشي قضيه فلوس يوسف، اللي نقدو نديرو هو شي دواء اللي يقدر يهدنا عليها الحريق، وندعيو كامل لمولانا يشوف من الحاله شي اللي كاين يوسف. طبيب مابقى عندهم ما يدير لها، الكونسير كلا لها دماغها كامل. قال لي نفس الهضره اللي كتقال فاش ما كيبقاش الامل. عمر بيد الله شريت لمي هذيك الدار وسكنت بوحدي، هي مسكينه ما بغاش تسكن في دار الملك ديالي، باقي عاقل على امي كل اول شهر كيفاش كانت كتكرفص باش تجي فلوس الكرا، ولكن ما عمرني ما نسيت باللي هي اللي جرجرتني معها من بلاصه لبلاصه، من مدينه لمدينه. كل مره كندير صحاب جداد في شي بلاصه كنخليهم وكنمشي. علاش؟ حيت امي هربانه، لقات خدمه جديده في بلاصه جديده، تربيت في الطرقان، شو جديده كل مره كتبدل، ولات الوجه عندي كيتشابه. كما كنسولها شكون هو با، علاش خلاته ومشات؟ علاش هربات وجراتني معها؟ علاش؟ امرا ما جاوبتني. اي امي تموت لي البتول، ومازال ما عرفتش با شكون هو. امك مازال عايشه يوسف، واش كتسمعني؟ امك مازال عايشه، ماشي مهم شحال مازال لها هذا الوقت، اللي مهم هي كيفاش بغيتي تدوز داك الوقت معاها. ما بغيكش تحيدها شي نهار الباتو. ولدي دير الغلا. سمحي لي الوالده، هادي ما نويتهاش والله ما نويتهاش. هادشي ما صدقش لينا الحمد لله، عرفتي اش غنديرو؟ غنخرجو نتعشاو انا وياك ان شاء الله على برا. تفضلي معايا. صافي ها يلاه ها يلاه انا غنجي ونرجع معاك. الله يرضي عليك انت. شو مالك ولدي؟ كون خليتينا نتصايب لك واحد طويجين تاكل عليه صباع يديك. لا امي لا، هذاك الشيء ديال الطواجن والعطريه والإدام وداك الشيء قالك الطبيب بعدي منه. ولكن راه قارتيني بهذا الشيء راه بزاف، باسل عليا ما قدرتش عليه، بغيت ناكل. الله يهديك امي، راعي صحتك شويه، قول غير هادي، هانت. لا هادي. لا لا. ها هادي. قلت لك بغيت ناكل، راه كاينه عمود وحده عندنا. شوف لا لا. إذا كنت عزيز عليك قولي غير هادي، ها هادي، عافاك، يا يا. ها؟ يا الله. الله يلا فنينا، صافي صافي، صافي ومسك عيش، يلاه هاك. والله صافي، والله إلا صافي خذ. يا يا. كتشري لي لاكلاص وفي الاخر كيضرني هنا في نيفل، تعقلي. شحال كان فيك ديال الطبوحيط كنتي تبقى تبكي 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 تنشري لك لاكلاص، غير كتاكلو بالزربه كدا تبكي، قال كيضرني. ولدي كبر صلع النبي، حطك لي وين الشيك. اميغو. السلام عليكم. عطيتي تباريه بخير؟ لاباس عليك. كي داير بخير؟ الحمد لله. كي بقيتي شويه؟ شويه لاباس الحمد لله. ها؟ صافي. ما يكون باس.
ما تشوف بس أول إيش دكش؟ كان عيط لك في التليفون ما كتجاوبنيش ما عرفتش علاش. مشغولة سامي شبال بغيت نقول لك البلان ديال السباحي راه ناضي. السلام عليكم. كي دايره خالتي لاباس بخير؟ الحمد لله. شنو عرفت ما عرفت شنو؟ شنو ندير؟ سير قضي الغرض بوحدي. ياك شحال وانت كتمشي معايا للخدمة. سير قضي الغرض راسك أسامي. سير. الله يحفظك أخويا يوسف الله يكثر فيك. سير. صافي أنا قضي يكون هاني. يلاه سير. أوا عطيني الطونوبيل بلا موطور. سامي. صافي نكري شي وحدة صافي يكون هاني. غنمشي دابا اليوم تقضي الغرض. أجي هنا. موطورك. بصح. قالت اعتبارية ما يكون باس ان شاء الله والله كي داير لاباس ولدي سامي ضرك راسي لا عين شطون شويه هكا يوسف انا عيط لك صافي سبحان الله الوالده قلتي نسي لا يلا كنتي يلا كنتي ضحكه تفضلي لالا انا وديها شويه عليك انا على الشباب عاوتاني اي يضحك علي ويضحك انا بغيت نسولك واحد السؤال شكون فينا اللي والد الاخر انت يا سيدي الله خارج اليوم خارج فين مونتي بغي نبقى حدك ملي شحال هادي ما تفرجتش انا وياك في مسرحيه شوف اللي كنديرو السي الجم انا كيقتلني بالضحك خطير ولدي انا كيعجبني السي الجم كتعجبني تالا اللنزة صلع نبيع لهم الفرقه ديالهم الله يعطيهم صحيحتهم دير اولادي دير شو ذاك الشويطين؟ أنا كيقصدني بهذا الفيزا اللي كيلبس. الهمة واش لا لا مزهقية. الله فين الحمد لله ولدي الحمد لله الله يرضي عليك صباح على خير ولدي الله يرضي عليك انا بخير الحمد لله صباح على خير صباح على خير ولدي الله يرضي شحال هادي ما شفت امي كضحك من قلبها بحال هكا عرفتي شنو يوسف كيجيب لي الله بعض المرات الوالدين ملي كيكبروا كيوليو فحال الدراري الصغار وحنا اللي خاصنا نكونوا والديهم يخليها ملي كنت صغير كانوا الدراري في الزنقة كيعيطوا ليا ولدتي باريا كنت كيعجبني الحال بحال النار وانا نشد واحد فيهم وانا نسلخو ولاو كاملين كيخافوا مني ما عرفت علاش كنعاود لك هادشي ولكن المهم هي عاود انا وحش نسمع بنقي ندوي معاه كيجاوبنيش كيدير راسو فحالي ما كايناش النهار اللي مشى خويا الزبير هو ما كيدويش معايا كاع وقيلا حيت كيلومني اللي جبتو انا لطنجة قلتو له علاش جيتي لطنجة انا ما بغيتيش تعاودي ليا بلاش ما كاين ما يتخبى انا بنت كازا وكنت مخطوبة وسيمانة قبل من العرس جاوني خبارو بلي هو ضربها بالزويج على ود الوراق دار مرياج بلون الله يرحم ليه الوالدين احسن ما دار في حياته كم كتاب لك تجي لطنجة وتبقي حدايا نطولش عليك سيري ترتاحي تصبحي على خير اخ بتول بديت لك الغرض اخيوس حتى ملي قلت مع بنادم كان نيغوسي شي حد مفلفل بحال هكا انت مزيان ملي دوزتي لافير بلا صباح اللي ما ترى علينا العين هذيك خاينة اللي حاطيك ضربت عليه ذاك النهار اللي كنتي جالسة مع
مامن خيوس دير بحال ما سمعتي والو، راه ما نعشت الليل كامل غير كنخربق. توقيت شويه سامي، خدمتنا راه ماشي ديال الفشوش. وانا خديت لك الغرض، دعقت لك عباد الله بحالك انت مال في الاول. خونا بغى يخمق عليا، بغى يدير لي تخرج عيني. يوسف دير قول بشير واحد متر. فين هو ولدي؟ فين هو ولدي؟ دوي نطق. فين هو ولدي الزبير؟ ياك سافرتي انت وياه، كيفاش رجعتي انت وهو لا؟ جاوبني البشير، قول لي يا البشير، قول لي فين هو ولدي؟ هات لقاه هو كيهضر، هات لقاه هو كيهضر. هضر سامي، كتعرف الزبير؟ هضر سامي. الزبير كان صاحبي، ولدو كان صاحبي، هو مات في باتير وانا بقيت حي. شنو بغيتي نقول لك عمي البشير؟ نجي نقول لك ولدك مات وانا باقي حي؟ كيفاش غادي نقولها لك؟ كيفاش غادي نقول لك راه خويا مات؟ كيفاش غادي نقولها لك وانا اللي طلبتك باش تخليه يمشي معايا؟ فهمتي اخي يوسف؟ اما اللي زعما نعاود لك هادشي، عرفتي واش كنخاف عليك؟ حيت عندي واحد خويا شحال هادي الدرز عليا، فهمتي؟ صافي اشرب بغيتو تسمعوا. ولا تغيبت عمي البشير، والله كون كنت فايق ما نخليه يموت، واخا يبقى فيها عرق واحد. صافي اخويا، انا هادشي اللي كاين. يلا سمعتي اللي بغيتي تسمع عمي البشير ياك؟ وديروا اللي بغيتوا دابا، ديروا اللي بغيتوا اخويا. شوف يوسف، شو البحر كيدير هادي وساكت. محاش يدي لي يا ولدي، سامي غير كيكذب عليا. سامي ابو البشير مليح في الرمله، قدر يعاود لي والو، حيت كان بقى سيمانه في الكومه. اللي فاق عاود لي حاجه واحده، قال لي بلي كاع اللي كانوا معاه ماتوا. على خاطرك يقول لي بلي ولدي في اسبانيا ولا في فرنسا، محالش يدين بحر. زبير عوام، على سلامة. انت هي السبب، انت اللي جبتينا لهنا، انت اللي قتلتي لي يا ولدي. بابا باش كتقول هاد سنين؟ شكون اللي كان كيحرق الصبر اليوم؟ كنت انت يوسف. ولكن كون كنت انا كنت غنكون عارفه سامي كان يكون قال لي. معقوله هادي؟ داك الوقيته كان بوبكر وفردوس هما اللي خدامين مزيان، ولكن انت عاش عايديني فيك بتعرف شكون اللي كان كيحرق ولا لا؟ اصلا اللي كيختار يحرق هاك تكون عنده ذبحه ولا اربعه. ولكن انت عارف ان انا بعيد على هادشي، انا ما كنعرف اللي كيحرق ما كنعرف اللي كيحرق. السيرك ويعرف شكون اللي مكلف به. لا ودي خير.
حاشاك ولدي. صيفط لك كويس ديال لويزا ودرت فيه ما يلقى ديال العسل وشويه ديال مرض الدوش. صلاة النبي على ولدي، ولدي كتعرف مرض الدوش والسالمية ما كتعرفهاش حتى هي. اش كتحكريني علاش؟ انا راه واعر في الكوزين. ها؟ وقولي يا زوين. كتشوف الباسول؟ شحال هادي ما جات تشوفني؟ وما كي كتجيك الباتول؟ زوينة ولدي، صلاة النبي عليها، ماشي غير في وجهها، قلبها حتى هو زوين، ومرا ديال الزمان. انت باش عرفتي هادشي كامل؟ المرا ملي كيدوز عليها الزمان دكاكة، كتعرف وكتحس ملي كتشوف مرا بحالها. كيفاش؟ الباتول مسكينة، كتبان في عينيها. حتى التنيتات اللي كتطلع كتعرف باللي كلاس الدق في الدنيا، ولكن المراه باقا واقفه وشاده وهزه راسها. يوسف ولدي ما تخلاش عليها، شدها بيدك وسنانك الله يرضي عليك. كوني هانيه، انا في الدنيا كامله راه عندي انت وسامي، ودابا تزادت عليكم الباتول. الحمد لله ولدي، انا غنكون مطمئنة عليك الا كانت الباتول في جنبك وفي حياتك. الله يخليك ليا. الله يرضي عليك ولدي. علاش عندي رجال نجي نقولها لكم؟ ما لقيت ما نقول. شنو بقى؟ عاود لي شنو بقى؟ تكبنا في باطيرة بالليل، كانت عامرة، كان أكثر من 10 ولا 12. تبيني غادي نزبير خويا وقاس حدايا، شاد لي في يدي. أنا اللي حزمت لي الحمص تحت كرشو بركا ما يغمقوا عليه الحراقة. عشرة كولو ما يتوسط الماء تكون الموتور دير ما كيدخل الفلوكة. هبط تبينا كاملين، أنا هبط باقي عاقل لي بزاف ديال الناس غارقين حدايا وكنقلب فيهم على الزبير. ملي لقيتو جات عيني في عيني غيبت. غيبت لقيت راسي في السبيطار. اخر واحد شفت هو الزبير، ومني فقط شفت يوسف هو اللي اعتقني. يوسف هو اللي اعتقك؟ هو اللي لقاك في البحر؟ هو اللي عطاني الدم، هو اللي داني السبيطار. شكون حرككم اسامي؟ ما عرفتش. ما يمكنش ما تعقلش. ماشي واحد في طنجة هنا ما كنعرفوش انا. ما سامي جاوب. ما عرفتش شنو. زبير خوك ياك؟ زبير مات. خوك مات يا سامي، شكون اللي حرقكم؟ قول لي شكون. ما عرفتش. قول لي يوسف. يوسف يوسف اللي كيتا هو ما كانش عارف. حتى هو ما كانش عارف. يوسف راه هو اللي اعتقني. واش كاين شي واحد غيقتل عباد الله ويعتق واحد اخر؟ حتى دابا باقي ما عارفش. Oh,
الحاله ما يمكنليش نعطيكم شهاده الوفاه لان الزوج تا ما موجوداش. لكن استاذ انا شرحت لك بلي الولد مات في البحر. الله يرحمه. للاسف تنشوفوا بزاف ديال هذه الحالات وتنتفاهموا الوالدين لا يحرق لينا كبده، ولكن القانون هو القانون، خصكم تاخذوا حكم المحكمه باثبات الوفاه. أنا بغي نصلي على ولدي. لا حول ولا قوة إلا بالله. يلا مشي يا بشير. لا حول ولا قوة إلا بالله. شكرا أستاذ. تمشي. كتجاوبنيش تخلعت عليك بزاف. تا تخلع عليا انا يبلاش مالك باتو كتهضري معاك؟ كنت مع باك الصباح مسكين باليا ماشي هو هذاك، وتنتي راك مبدله، انتي راك بحالي الباتول. بجوجنا كنبانو قويين مره، ولكن راه من الداخل حنا مقصحين. انا بعد السماح على الارض نكون في حالك. انا ما قتلاش في حالك، انا ما كنلعش داري الصغار في البحر في حالك، سمعتيني؟ ماشي في حالك انا. لا لا عافاك، لا الا انت يا الباتول، الا انت ما تشوفينيش بحالهم. عافاك الباتول، ما راه بقيتي لي انت بوحدك في الدنيا، هذاك الشيء ما بقيتش كنديرو. من نهار بان لي سامي عشيري مليح في الرمله حلفت ما نبقى ندير هذاك الشيء. عشيري هذاك عتق فيه من الرمله، ياك وخويا انا خليتيه في البحر، خويا انا يوسف لحقتيه في البحر، خويا انت اللي غسلتيه ماشي انا، انت اللي غسلتيه. نشرح لك الباتول. ما عليك ما تشرح لي، انت سميتي نساني، نساني كامله هاك زبلت، ما عمرك ما صيت لي نساني. باتول يشرح. نساني. علاش با؟ با ابا بنتك عند الباتول، بقيت لك انا با. الزبير مشى با، غادي يلحمك ودمك با. كيشوف فيا با، شوفها فيك، راك طيح عليا الرحمه با. شوف فيا با، انا عارفه راسي انا جبتكم لهاد طنجه، ولكن با كنت بغيت نبدا حياه جديده كي معاك انت ومع الزبير. ربي ما كتب لي يا شاب، علاش كتحكر فيا بحال هكا؟ بقيت لي انت، راني محتاجاك انا حتى لا شاب. واش با راه الزبير كان خويا تانا؟ با انا مات لي خويا وما لقيت لي وسيلي، ما لقيت شكون يكون معايا با، ما لقيت حتى شي حد يكون معايا با. Oh,
كنتي كنتي الجيحه الكحله اللي ما رجعش منها. ما راك عيانه ياك؟ ديما كنقول لك ما تخرجيش بوحدك، عيطي لي انا نوصلك. ياك ما رجعتي عند الطبيب؟ كنت في دار العجازه، ان شاء الله باذن الله تما فين غنمشي نعيش. علاش امي؟ علاش علاش امي؟ انا مخلي حياتي ومخلي خدمتي وجاي مقابلك وتمشي تقتلي في دار العجازه؟ علاش؟ ما فيها اللي يهضر معك، خليني عليك في التقار. اش كديري معايا هادشي؟ واش انا ماشي ولدك؟ ولا انا ولد الحرام ولا ما فراسيش؟ ولدت مع الوالدين صبحت مع العايرين. ما بقيتيش ولدي. ما بقيتيش ولدي. مشيتي التراب اللي ربيتك، ونهار ما تروح بسببك وليتي عايش الحرام في الحرام. انتي التربيه اللي ربيتك، ها انت ما بقيتيش ولدي. ما عنديش الولاد، خليني نعيش بالجاع الكعلة. عطيني ما توصلني ما نوصلك، عطيني الثقه. انا ما عندي ولاد، ما بقيتيش ولدي، ما عندي ولاد. يا الطبارية، اشنو بغيتي من عندي المدني؟ منك والو، باغي ولدي اللي هربتي عليا 35 عام. هادي هربتو حيت عرفت راسي مع من تزوجت ومع من ولدت، عرفت كتفلع الناس وكتاكل لهم رزقهم. داكشي علاش بغيت ولدي يكبر ويعيش بلا بيك النصاب، فهمتيها دابا؟ السلام عليكم. السلام. شكون تشريف؟ انا ولدي هذا السي عباس، كان ساكن معنا في الحي في كازا، وتلاقيت معاه ذاك النهار وقال لي بغيت نجي نزوركم، وجا مسكين. انا صاحب باك. با فين هو دابا؟ مازال كتشوفه؟ ولدي مسكين راه حيت وصل عليه الوقت راه خصو يمشي. يعني حتى ما زربانش انا. مالك الوالدة؟ مالك؟ ولدي. اجي اجي الوالدة ترتاحي، اجي. واخا ولدي. عزيتو. بسلامة عباس. آه
اسمح لينا سي عباس، الوليدة راه مريضة بزاف. اش كيضرها؟ عندها كونسير. الله يشافيها. تبارية دوزت الدمارة. باقي كتشوف الوليد؟ ايه ولا واش كتشوفو ولا ما كتشوفوش؟ لا مرة نهار تحول شحال هادي. هو كما قلتي لي صاحبك غيكون عاود لك علاش تفرقوا هو الوالد؟ لا على الطبريه ما عاودتش لك. الوالده ما عمرها ما خرجت شي كلمه من فمها على با. ايه واش غدير اولدي؟ المشاكل ما بين المراه والراجل ما كيعرفوهم الا هما. انت مازال هنا في طنجه؟ مازال باغي نهضر معاك. واحنا عند سهله ولدي. متاكد انت صاحب الوالد؟ انا غادي نمشي لان كاين شي ناس كيتسناوني. خصني نمشي ما نخليهمش يتسناو. صحابك يا شيري ساعه طلعتي خويا لي ما ولدتوش لي امي. سينين اخويا سامي وانت ساكت. انت ما فهميتش كاع ما قدرتش. واحد كيفرقني مع غير الناس. كنا كلنا وياه في طبسيل واحد. كنت غنكون انا هو السبب في الموت ديالو. ولكن انت اللي اعتقتيني وعطيتيني الدم. انا وياك عايشين بدم واحد. اخبارك اخويا يوسف؟ ملي تقلبات الباتيرو وغيبت وسط الغيبوبه حسيت بخويا الزبير مات. كنقول يا ربي فيقني يا ربي رد فيا الدم باش ناخذ حقه منك. ساعه مني فقت ربي رد فيا دمك. اسمح لي يا عشيري. اسمح لي اسمح لي يا عشيري. شوف هذا كان مكتب الله طرف. انت وقف على رجلك رمك محتاجك. بقيت باغي والو. بقيت باغي ارتاح. بقيت باغي ارتاح وربي يغفر لي. دايما عشيرك اخويا دايما عشيرك. يا ربي تغفر لي يا ربي. إلا بالله العلي العظيم. أشنو بغيتي تاني المداني؟ باغي ولدي. ولدك؟ فين كنتي على ولدك 35 عام فاش هربتو في الليل؟ هربتو منك. خدمت في الموقف. صبنت زرابي. جنيت العرايس. ما خليت فين خدمت ضربت تمارة وتكرفصت. باش ولدي يولي راجل ويبعد من الحرام ويعرف شنو هو الحلال. شتي الدم اللي كيجري في عروقه غالب عليه الحرام. وانت ماشي حرام. تهربي مني كبدتي.
انا عارفه ولدي عنده الطبع ديالك، وانا عارفه كيسمصر في كل شيء، حتى حاجه ما كتفلت من يدو، ولكن هذا كره ولدي وكبتي، واخا نعرف نحفر الارض بسناني ما نخليكش تقرب ليه ولا تقيسه. شنو انت كتعرف على الاولاد؟ فين عمرو كان ولدك دوي تباريا؟ راه عييت نقلم، عييت عييت عييت، هربتي من الكبده ديالي ومازال دابا كتلوميني. ياك اخويا تبارك الله عليك، فين كنتي شحال هادي؟ كيف لقيتينا دابا كنتي ممكن تلقانا شحال هادي ولا لا؟ اسمع مولاي يوسف، هذاك ولدي وكبتي يوسف، انا امه وانا باه، دخلها على راسك يوسف، انا كل شي ديالو، كتعرف ولا لا؟ انت حرام عليك تكون اب، غتخرج عليا ولا غنطيح لك دابا روح، خرج عليا من داري، خرج عليا، ما بقيتش بغيت نشوفك، كتسمع برا، خرج عليا، ما عندك لا ولد لا والو، خرج بحالك، خرج عليا. هاد السيد كان في الحبس 10 سنين، سبق لي تشد بزاف ديال المرات، وانا شنو علاقتو بيا؟ هذاك السيد يوسف اللي قلب عليك طنجة كاملة هو باك المدني. هاد الورقة فيها كلشي. يوسف 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 يوسف، ما تدخلش خمسة الله خير، خلينا نطلب السماحة من بول بشير. لا راه غيكون معصب وغيصدق دير لك شي حاجة يوسف. ها خلي اخويا يدير اللي بغا، خليه يدير شي حاجة تبرد عليا هادشي اللي كنحس به. خلي السيد يصلي على ولده يوسف مع الشيطان. ويوسف ما يصليش ياك، يوسف كافر، خلونا نصليو عيب الله، خلونا نصليو رسالة ديال الله، خلينا نصلي اخويا سامي. يوسف أكبر. الله 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 أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام Thank you.
طلينا عليك العريس اليوم باك صلى عليك حدايا. عارف كامرك تشوف هذا الفيديو هذا ولكن كان خوي حتى خوي رجعتي عندي وقلت لك غادي نحرق. قلت لي غتمشي للغربة وتخليني شديتك من يدك وقلت لك لا غتمشي معايا ديتك عاد عزرها الى خويا وخليتيني بوحدي. عارفك اخويا غتموت نموت قبل منك يوسف اخويا لا نهضر معاه ما بقاتش نهضر معاه ما قاد نهضر مع حتى شي واحد كان جاي يهضر مع كاميرا كيحمق. تهلا فراسك اخويا الزبير هلا فراسك راك زوين متخافش على باك اختك راهم معايا ويوسف توا معاهم. وي مشيت للجامع ما قدرت تما ما ندخلش. ولدك يوسف صلى صليت ودعيت الله الله يشافيك وخليك ليا ما قدرت تما ما ندخلش ما قدرتش. دخلت وصليت وطلبت الله يسمح ليها ما هذاك الراجل اللي كان هنا هذاك النهار عرفت شكون هو. لكن صراحة انت هي ام انت هي ابا ضربتي عليا تمرها وزديتيني ضربتي بيا من دينا لدينا كنتي بعد تشوفيني شي واحد واعري هاك ولدك يوسف بعاد من الحرام امي بقيت نقرب للحرام انا من اليوم غنبقى حداك بغيت نبقى حدا رجليك بقيت باقي والو في الدنيا امي عييت رضي عليا امي رضي عليا عافاك مي 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 عافاك ما تشري وتخليني عافاك عافاك يلا بدي تعيط انا قبلك عافاك عافاك امي نادي بلي راك راضي عليا عافاك بتول انا عارف كتسمعيني لا ما تحلي الباب كنت بس نقول لك راه مهمتي مشات هي اللي كنت دير فيها با امي بعدت من الحرام على قبل دابا راه مشات وخلاني
داكشي اللي بقيتي عندي. إلا كنتي ناوية تخليني نقولها ليا البنت ولا عندي. ما تجاوبينيش. سمحي لي. أنا أمشي. ولكن ديري في بالك واحد القضية. إذا كان باقي فيا شوية ما يتعتق. راه تكوني أنتي سبب ولا خليتيني. كنبغيك بزاف. اسمعها ولدي، هي الرحمة اللي غادي تنزل على روح المرحومة وروح ولدي. كنشكرك على التربية اللي ربيتي ولدي حتى ولا راجل. وسمحي لي يا رب، يا رب ترحمه، يا رب توسع لي هذه قد القبور. يا